صباح الخير عليكم. نقدم اليوم اون ايفالواسيون ولا نداء للشعب الجزائري بارابور ليفالواسيون تاع هذا العام تاع اللي جوزناها على بالكم تاع الكوفيد. سيتي با فاسيل اي بور لالجيري بور لو ريست دو موند. قبل ما نبدا نحكي شويه على ليفالواسيون، نترحم على جميع اللي توفى وربي ان شاء الله يكتبهم الشهداء من المواطنين الجزائريين، ونترحم ثاني على خاوتنا لي كونفرير تاع اللي يخدموا في المراكز الاستشفائيه، ربي ان شاء الله يجعلهم من الشهداء وربي يصبر العائلات تاعهم. اون سكي كونسيير الكوفيد افيك لي بو دو مويان اللي عندنا، نقول الحمد لله لالجيري مام فو سافي تري بيان لالجيري سي با اي في بارتي دي بي اون فوا دو ديفلوبمون، مي اون تري بيان كو ميم جيري cette crise sanitaire qui a touché tout le monde. Ça a été très bien géré, que ce soit par les instructions de notre tutelle, avec le comité scientifique, avec peu de moyens, avec les schémas thérapeutiques. Les atouts maintenant, qu'on le alhamdoulillah. Nous avons des périodes saba bzaf, et alhamdoulillah, par rapport à deux ou l'autre, on était, nous pouvons dire, moins dramatique, la situation à nous. مازال حاجه اللي نحكي لكم اكتويلمون كيفاش رانا نعيشوا في المستشفيات. لو كان نروحوا لي سيرفيس اللي راهم يخدموا كوفيد عندنا هنايا، رانا 70% من اللي راهم فيد. واش معناها؟ معناها الحمد لله الحاله راهي اون بون فوا وراهي تنقص، وهذه اون لا كونستاتي اوسي او نيفو دو لابوراتوار بارابور او دوموند دو لا سيرولوجي دو تيست انتيجينيك اي دو لا بي سي ار. اون لا كونستاتي بلي لي شيفر اون نيتمون بيسي، ميم لي ريزولتا كي يجوا دي مالاد عندنا بزاف دي نيجاتيف. دونك هادو ما كاع مؤشرات يفرحوا، وكوم راني دون زير لابوراتوار ماذا بيا نقدم نداء المواطن الجزائري، باسكو كاين المرضى في المرضى ما كانش غير الكوفيد، وعندنا بزاف مرضى اللي راهم يجوا في لاشيروجي دي كونسيرو، الاولاد الصغار اللي عندهم دي ليبانوسيتوز و لي زوتر مالادي هيماتولوجيك، عندنا لي زاكسيدون دو لا سيركولاسيون. دونك اون ا بوزوان دو سون. ماذا بكم نطلب منكم في وجه الله سبحانه وتعالى باش تنقذوا هاد لي في ايمان ارواحو لي سونتر دو ترانسفيزيون وتبرعوا بالدم تاعهم تاعكم. ابقى النقطة الأخيرة اللي رانا الناس راهي تتكلم على الموجة الثالثة، واش نقول لكم باللي الموجة الثالثة ما راحش تجي وحدها، سي السلوك تاع المواطن الجزائري هو اللي يجيبها. وكما في هاد الشهرين وهاد الأسابيع الأخيرة الحمد لله المواطن الجزائري بين باللي المستوى تاعو طلعوا من ناحية تاع السلوك، التباعد الجسدي، الكمامة، غسل اليدين، وراكم تشوفوا النتيجة وراهي لحقنا. حتى الحمد لله كي ندخلوا المستشفيات سي كوم سي هاد الكوفيد ما كاش. إن شاء الله يا ربي لا سيتوياسيون تكمل هكذا، و 2001 إن شاء الله 2021 إن شاء الله يكون على الجزائر بخير وعلى الأمة الإسلامية والعالم كاع، ونخرجوا من هاد الدوامة هذه.